بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد تفضل على عباده بمواسم الخير التي يضاعف الله فيها الثواب، يرفع فيها الدرجات، ويمحو فيها السيئات، ويبارك فيها في الحسنات. وهذه المواسم تكررت في السنة لهذه الأمة تشريفا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتكرمة لأمته. ومن هذه المواسم هذه الأيام التي نقبل عليها، وهي عشر ذي الحجة، وسميت بالعشر وإن كان اليوم الأخير منها وهو يوم العيد لا يحل صومه، وقد أمر بصيام العشر إذانا بأنها لا تنقص فأجرها كامل. وقد جاء في الحديث شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، فهما شهران لا ينقصان أبدا، حتى لو كانت عدتهما ناقصة فثوابهما كامل عند الله سبحانه وتعالى لا ينقص. فمن صام رمضان فقدر أنه 29 يوما فقط يكتب له صيام 30 يوما بكاملها، وإذا زاد عليه 6 أيام فيكتب له صيام الدهر إذا كانت من شوال. وكذلك إذا صام هذه الأيام 9 فقد كتب له صيام 10 ذي الحجة. وهذه الأيام هي أحب الأيام إلى الله، كما في حديث ابن عمر: ما من أيام أفضل ولا أحب إلى الله من العشر، يعني 10 ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار فيهن من هذه الأذكار، وهي أصول الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده أن يذكروه وأن يشكروه، ولا يرضى لهم أن يكفروا به. فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من هذه الأذكار في هذه الأيام، بيانا لأن هذا مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحديث يدل على أن العمل الصالح في هذه الأيام لا يعدله العمل الصالح ولو كان مثله في أي موسم من مواسم السنة. فهذه الأيام وأيامها أفضل من أيام رمضان، ولياليها ليالي رمضان أفضل منها، لأن ليالي رمضان فيها ليلة القدر، وهذه الأيام فيها يوم عرفة، فيوم عرفة هو أفضل أيام السنة، وليلة القدر هي أفضل ليالي السنة. فلذلك فضلت أيام العشر وفضلت ليالي عشر رمضان عليها بالنسبة لليالي. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن هذه الأيام لا يكون عمل طيلة العام أحب إلى الله من العمل الصالح في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر. فالله يحب العمل الصالح لعباده في هذه العشر، وحب الله له يقتضي بركة فيه فينميه ويزيده. فالعمل القليل إذا أحبه الله بارك فيه فيزداد في الميزان ويثقل، ويزداد عدده ويزداد ثوابه، والله يضاعف لمن يشاء. فلا يخطر على بال قدر المضاعفة والبركة في العمل إذا أحبه الله جل جلاله. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن. فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فلا يزال ينميها، فلا يزال الرحمن جل جلاله ينميها، أي يزيد فيها بالبركات والمضاعفات حتى تصير كالجبل. كما ينمي أحدكم فلوه، والفلو ولد الفرس، أو فصيله، والفصيل ولد الناقة، حتى تكون كالجبل. فهذه الأيام يبارك الله الحسنات فيها ويضاعفهن ويزيد ثوابهن. فالحسنة فيها ولو كانت صغيرة هي كبيرة في ميزان الآخرة، يضاعفها الله سبحانه وتعالى ويبارك فيها. وهذا يشمل كل الأعمال. وقد سألوه هذا السؤال فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. ومعنى هذا الحديث أن هذه الأيام هي في شهر حرام، والأصل في الشهر الحرام أن لا يجاهد فيه وأن لا يقاتل فيه،
فالأشهر الحرم منع الله القتال فيهن في أصل المشروعية، وقد اختلف هل هذا الحكم باق أو منسوخ، وذلك أن الله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقد اختلف أهل العلم هل حرمة القتال والجهاد في الأشهر الحرم باقية أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرمة باقية، وأن هذا نزل في العام التاسع من الهجرة، وهو العام الذي لم يحج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، فقد فتحها في رمضان من العام الثامن، فلما كان العام التاسع لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحج في العام الثامن ولا في العام التاسع، فالعام الثامن حج فيه عتاب بن أسيد بالناس، والعام التاسع أرسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس، ثم أتبعه عليا حينما نزلت عليه سورة براءة ليقرأها على الناس في الموسم. والعام العاشر هو الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وودع فيه أمته وبين لهم أنه قد لا يلقاهم بعد عامه ذلك. وهذا العام التاسع هو الذي أنزلت فيه سورة براءة، وأعطى الله أربعة أشهر للمشركين لهم فيها براءة من القتال ومن القتل، وقال بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذا يقتضي أن الأشهر الحرم محرمة، وأن حكم ذلك باق، لأن الله لم يوحى القتال إلا بعد انسلاخها. وقال طائفة من أهل العلم بل قد نسخ ذلك فأحل القتال مطلقا في الأشهر الحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع على الموت، بايع أصحابه على الموت في الحديبية تحت الشجرة، وكان ذلك في الشهر الحرام وهو ذو القعدة، فبايعوه على الموت. وكذلك فإنه جاء من قابل في عمرة القضاء وهو يحمل السلاح من القعدة من العام السابع من الهجرة. وكذلك فإن الله قال في هذه الأشهر في سورة التوبة أيضا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فأخذ بعض أهل العلم من ذلك أنه أذن بقتال المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيكون هذا ناسخا لحكم النهي عن القتال في الأشهر الحرم. وقال الطائفة بل المقصود هنا بقوله وقاتلوا المشركين كافة أي قتال الدفاع، إذا اعتدوا عليكم فصالوا عليكم في الشهر الحرام فقاتلوهم، ودليل ذلك أنه قال كما يقاتلونكم كافة، فإنه شبه ذلك بقتالهم، وذلك مقتضي لأن يكون البادئ هو الذي يشبه به فهو الأصل، فلهذا قال كما يقاتلونكم كافة. وعموما استغربوا ذلك فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، فسألوه لأنهم يعرفون عظم الجهاد في سبيل الله عند الله وأنه ذروة سنام الإسلام، وسألوه كيف يكون العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيرها وهي ليست محلا للجهاد، فكيف يكون الجهاد حينئذ مفضولا لا فاضلا، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا الجهاد في سبيل الله، معناه حتى الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منه، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أعلى الجهاد وأقصاه أن يبيع الإنسان نفسه وماله لله ولا يرجع من ذلك بشيء، فلذلك قال إلا رجلا خرج بنفسه، خرج أي مجاهدا في سبيل الله غازيا بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فهذا وحده هو الذي يدرك من استغل هذه الأيام في الطاعات، فإذا فعل ذلك في أي وقت من السنة كان عمله موازيا لعمل من يعمل في هذه الأيام بما يرضي الله جل جلاله. وهذه الأيام يشرع فيها بعض الطاعات المخصوصة، فيشرع صيامها جميعا لما ثبت في السنن من حديث حفصة وعائشة
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ثلاثا ومنها صيام عشر ذي الحجة، فلم يكن يترك صيامها. وأما الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة، فمقصود عائشة في الحج أي ما رأته يصوم في الحج عشر ذي الحجة، فإنه حج حجة الوداع ولم يصوم هذه العشرة فيها. فمن كان حاجا لا يشرع له الصيام فيها إلا إذا كان ذلك لا يضر به ولا ينقص من قدرته على أداء مناسكه. وأما غير الحاج فيشرع له الصيام، فينبغي أن يصوم الإنسان وأن يحافظ على صيامها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيامها دائما ولا يتركه. وكذلك فإن صيامها من صيام الأشهر الحرم التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. ثم بعد ذلك صيام يوم عرفة بخصوصه، فهذا اليوم هو أفضل أيام السنة، وما رأي إبليس في يوم أشد منه كآبة في يوم عرفة، وذلك لكثرة من يرى من المغفور لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى فيغفر لعباده الواقفين بعرفة ويقول لملائكته هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا يمر على إبليس يوم في السنة هو فيه أشد كآبة من يوم عرفة، ولذلك هذا اليوم هو أفضل أيام السنة. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المستقبلة، فهو يكفر ذنوب سنتين. وقد اختلف فيما يكفره صيام يوم عرفة من السيئات، هل يدخل فيه الكبائر أو يختص بالصغائر، لكن الراجح أنه يشمل الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال يكفر ذنوب سنتين، وقال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين. وأيضا فإن ذلك مؤذن بأن يعيش الإنسان بعده، لأنه قال يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المستقبلة، فذلك يضمن له أن يعيش السنة المستقبلة إن شاء الله. وإن لم يعيش السنة المستقبلة كتب له أجرها كاملا، فيكون كمن صام رمضان فيها وقام وحج واعتمر وأدى كل الأعمال الصالحة في السنة. وهذا اليوم الواحد الذي يكفر ذنوب سنتين أمره عظيم، فلا يمكن أن يقال إن هذا اليوم صيامه مثل صيام سنتين، بل هو أعظم من ذلك، لأنه صيام مكفر ماحٍ للسيئات. وكذلك يشرع في هذه الأيام الحج للمستطيع، فإن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، وقد أمر الله خليله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، فنادى إني بنيت لله بيتا فحجوه، فلبى من أراد الله أن يحج وهم في ظهور آبائهم وبطون أمهاتهم، فمن لبى حج. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأفضل العمل في هذه الأيام حج بيت الله الحرام للقادر المستطيع. والحج معناه في اللغة القصر، ومن ذلك قول الشاعر ويشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا، يحجون أي يقصدون سب الزبرقان المزعفرا، وهو عمامة الزبرقان المزعفرة المصبوغ بالزعفران. والحج إذا كان مبرورا فإنه مكفر لسيئات الإنسان مطلقا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وصح عنه أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق أيام الرمي بعد يوم العيد فلا إثم عليه، أي قد غفرت سيئاته ومحيت بالكلية.
ومن تأخر فلا إثم عليه، أي قد محيت سيئاته كذلك وغفرت ذنوبه بالكلية، لكن ذلك مشروط، وشرطه قول الله تعالى لمن اتقى، فالله لا يقبل إلا من المتقين، ولذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فمن كان متقيا فإن حجه مكفر لسيئاته، مذهب لخطاياه وآثامه وأوزاره. وقد خص الله هذه الأيام بأداء مناسك الحج فيها، لكنه وسع وقت الحج فجعله أشهرا، ولهذا قال الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولكن أعمال الحج إنما تؤدى في هذه الأيام من شهر ذي الحجة. وهذه الأيام جاء في فضلها ما أخرجه البخاري الصحيح من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال عشر ذي الحجة، فسر الأيام بأنها عشر ذي الحجة، فقد أمر الله بالذكر فيها. وهذا الذكر هو الذي سبق في حديث ابن عمر، وهو الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، من التهليل والتكبير والتحميد. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، فيشرع التكبير في هذه الأيام من بدايتها إلى نهايتها، وهذا هو التكبير المطلق، ويشرع التكبير المقيد بعدها، والتكبير المقيد يبدأ من صلاة الظهر يوم العيد، فيكبر الإنسان دبر كل صلاة مكتوبة، أي من الفرائض المكتوبة 15 صلاة، بعد كل صلاة يكبر حتى يخرج الناس من منى، وذلك في اليوم الأخير من أيام التشريق. فالتكبير إذن تكبيران، تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق يبدأ من الليلة الأولى من ذي الحجة إلى يوم العيد، والتكبير المقيد هو من صلاة الظهر يوم العيد إلى اليوم الأخير، وهو اليوم الرابع من أيام منى، أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. فإذا صلى الإنسان الفجر في اليوم الرابع وكبر بعد الفجر فقد أكمل 15 صلاة من الفرائض، يكبر بعد كل فريضة منها. ويشرع كذلك في هذه الأيام أن يكف من يريد الضحية عن الشعر والأظافر، فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يذبح إن كان له ضحية، فقد أخرج مسلم في الصحيح وكذلك الجماعة كلهم ما عدا البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ذبح أي ما يذبحه فأراد أن يضحي فدخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. وقد اختلف في هذا النهي، فقيل للحرمة وقيل للكراهة، فقال طائفة يحرم على المضحي أن يأخذ من شعره وأظافره، هذا مذهب الظاهرية لأن النهي صريح، وذهب الجمهور إلى كراهة ذلك، أنه يكره له أن يأخذ من شعره وأظافره، وذلك ليحس بعظمة هذه العشر، وأيضا كأنه يتشبه بالحجاج الذين أحرموا فأمسكوا عن الأخذ من الشعر والأظافر، ولا يتشبه بهم في غير ذلك. فلا يشرع الإنسان أن يلبس ثيابا مثل ثياب الإحرام، ولا أن يمتنع عن النساء والطيب والصيد في هذه العشر، بل ما يمنعه الإحرام من غير ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فيختص النهي إذن بأمرين، وهما الأخذ من الشعر والأخذ من الأظافر، ومحله لمن سيضحي بنفسه، من سيذبح. أما من سيذبح عنه كأفراد الأسرة الذين يدخلون مع والدهم، أو الزوجة التي تدخل مع زوجها في الضحية، فلا يشرع لهم ذلك، وإنما يشرع ذلك للرجل الذي سيضحي. وكذلك من الأعمال المشروعة في هذه العشر الضحية، فيشرع للإنسان أن يهيئ ضحيته، وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من النسك يوم العيد، وذلك مشروع لغير الحجاج، ومن أراد من الحجاج أن يفعل فليوكل عليه. أما ما يذبح في مكة والمناسك فيسمى هديا ولا يسمى أضحية. والأضحية أفضلها الغنم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويشترط فيها تمام الخلقة،
وقد جاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي. فبين أن العوراء البينة عورها، والعرجاء الكسير والتي لا تنقي أي التي ليس فيها شحم أيا كان ولا مخ، والمريضة البين مرضها، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بهذه الأربع، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي. وهذه الأضحية هي تكفير عن سيئات الإنسان، فكل عضو منها يذهب بسيئات العضو المقابل له من الإنسان، ويوزن له شعرها بقدر شعرها وبقدر لحمها من الحسنات، ويشرع للإنسان أن يختارها من الحلال وأن يهيئها قبل العيد. وقد فسر بذلك قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، فشعائر الله ما أشعر فيه بحكم، فيدخل في ذلك الهدي والأضحية، وتعظيمها تكبيرها، وهي بخلاف الهدي، فالهدي الأفضل فيه الإبل ثم البقر ثم الغنم، والأضحية الأفضل فيها الغنم ثم الإبل ثم البقر. وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل وأهدى عن نسائه البقرة، ومع ذلك كان قد أهدى الغنم في حجة أبي بكر، أرسل معه هديا من الغنم، فتلت عائشة قلائدهن بيدها رضي الله عنها وأرضاها. وأما الأضحية فالأفضل فيها الضأن، فهو أفضل من المعز، والذكران أفضل من الإناث، وما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البيض أفضل من غيرهن، فقد ضحى بكبشين أملحين أقرنين وكانا فحلين تامي الخلقة، فضحى بأحدهما عن نفسه وبالآخر عن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد الإنسان ما يشتري به أضحية كاملة، فمذهب الجمهور أنه يجوز الاشتراك بين سبعة في بدنه، أن السبعة يمكن أن يشتركوا في بقرة أو بعير فيضحوا به، كطلبة العلم الذين ليس لهم كثير من المال فيشتركوا منهم سبعة فيشترون بعيرا فيضحون به أو بقرة فيضحون بها، ولا يشتركون في الغنم بل يشتركون فقط في البقر والإبل. وقد نفى المالكية التشريك ورأوا أنه أن التشريك لا يكون إلا في الأجر فقط، فيمكن أن يردف الإنسان غيره في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى الضحية الثانية عن من لم يضحي من أمته فأشركهم في الأجر، وذلك لرأفته بهم ومحبته لهم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذه العشر لا بد أن يشعر الإنسان فيها بتميز ومسؤولية، فليكثر من الذهاب إلى المساجد، وليكثر من الذكر، وليبقى على الصيام، بدل أن يذهب الناس إلى الأسواق وأن يتزاحموا مع النساء وغير ذلك مما هو غير محمود مما يفعله الناس في الأعياد. لا بد أن يظهر المسلمون هذه الشعيرة، وأن يكبروا في ذهابهم إلى المساجد، وأن يستغلوا هذا الموسم العظيم بالأعمال الصالحة التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والأعمال الصالحة غير محصورة، ففضل الصدقة في هذه الأيام أعظم من فضل الصدقة في غيرها، وكذلك ختم القرآن في هذه الأيام أفضل من ختمه في غيرها، وطلب العلم في هذه الأيام أفضل منه في غيرها، وهكذا كل الأعمال الصالحة فهي في هذه الأيام أفضل من غيرها. وهذه الأيام يشرع للإنسان كذلك فيها أن يجهز نفسه للطاعات كأنه في موسم، وأن يحس بذلك ويشعر به، فكثير من الناس يمر الموسم كأنه لا يشعر بشيء، فلا يشعر بذلك إلا من هو في حج، وهذا غير مشروع، فهذه الأيام هي أفضل أيام السنة، وقد لا تعود على الإنسان، فيا رب صائمها لن يصومها، ويا رب قائمها لن يقومها، فهي فرصة لمن مرت عليه فليجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الطاعات، لعل الله يتقبل منه. و
علينا جميعا أن نعلم أن هذه المواسم هي من فضل ربنا وسخائه وجوده وكرمه، فهو يفتح لنا أبوابه، فنحن نرى المعرضين يولونها ظهورهم، ونرى المقبلين على الله سبحانه وتعالى يتسابقون إلى هذه الأبواب حين فتحت لهم. فالراغبون فيما عند الله والراجون للثواب يتسابقون إلى أبواب الخير حين يفتحها الله على مصراعيها، ويقبلون على الله فيقبل عليهم سبحانه وتعالى. والمدبرون الذين لا يرتضي الله سلوكهم لطريق الحق يحجبهم فيمنعهم من دخول هذه الأبواب، فلا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم ولا يستشعر هذه المنافسة، فيفتح الله بابه أمامه فيعرض عنه ويوليه ظهره عائذا بالله. ومن أبلغه الله سبحانه وتعالى وأوصله إلى هذا الموسم العظيم فقد اجتباه لهذا الخير، فعليه أن يري الله من نفسه خيرا، وأن يستشعر عظمة هذه الأيام، وأن يبادر للطاعات فيها، وأن ينافس، وأن يعلم أن لله سبحانه وتعالى عبادا آخرين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم الملائكة الكرام، ونحن في منافسة معهم. وقد بدأت هذه المنافسة منذ خلق أبونا آدم عليه السلام، فقد عقد الله المنافسة بين أبينا آدم والملائكة، فحكم الله لصالح أبينا آدم حين علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلذلك استشعار المنافسة يقتضي من الإنسان أن يبذل جهده في التقرب إلى الله، وأهم شيء في ذلك ما كان في باطنه وقلبه، فقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه وهو يقول: التقوى هاهنا ثلاثا، ويشير إلى صدره. فلا بد أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك بالله، سواء كان ذلك في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر، وأن يتوب إلى الله من الذنوب والسيئات، وأن يطهر قلبه من أمراض القلوب من الرياء والعجب ورؤية الفضل على الغير والسمعة وحب الذكر، ومن البخل والجبن ومن الغضب والخيلاء وغير ذلك من أمراض القلوب. فلا بد أن يتوب الإنسان منها، وأن يطهر نفسه منها جميعا، وأن يعلم أنها هي من أوصاف المنافقين ومن الأوصاف المقيتة مكروهة عند الله جل جلاله. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولا خير في أهلها. فلهذا لا بد أن يطهر الإنسان نفسه منها، وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح. فلذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن الصيام والإكثار من قيام الليل وغير ذلك، أو لم يكن من المبادرين إلى ذلك، لم يجد في نفسه نشاطا لكثير من قيام الليل ولا صيام النفل، فليطهر قلبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يوما من الأيام فقال لأصحابه: يدخل عليكم من هذا الباب الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار كان يتوضأ وقد جعل عليه في يده اليسرى وهو ينفض الوضوء، ينفض أثر الوضوء عن لحيته، فصلى ركعتين. ثم كان فيهم يوما آخر فقال: يدخل عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل بتلك الصفة. ثم في اليوم الثالث قال: يدخل عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل بتلك الصفة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا أصحبنه حتى أعرف ما الذي يدخله الجنة. فذهب إليه فأتاه فقال: إني غاضبت أبي وإنه ليس لي مأوى، فهل تأذن أن أبيت عندك؟ فأذن له فبات عنده 3 ليال، فلم يرى كثيرا من قيام الليل ولا صيام النفل ولا قراءة ولا ذكر، فعجب لذلك. فلما انتهت الليالي 3 قال: إني لم أغاضب أبي، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يقول: سيدخل عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فكان أنت، فأحببت أن أرى عملك. قال: أما إنك لن ترى كثير صلاة ولا صيام، ولكني أبيت أتقلب على فراشي هذا لا أجد في قلبي ضغينة على مسلم. فقال: هو ذاك. فتطهير الإنسان لقلبه من الضغائن على المسلمين لا يجد في نفسه حسدا لأحد، ولا بغضا لمسلم، ولا كراهية للخير للناس،
وأن يحب المسلمين ويحب كل من يحب الله وكل من يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطهر قلبه من الرياء والسمعة والعجب ورؤية الفضل على الغير ومن غير ذلك من أمراض القلوب، هذا الذي يسبق به الإنسان فيكون من السابقين في مثل هذه المسابقات والمواسم العظيمة. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن هذه المسابقات دائما في أعقابها يتفضل الله على عباده بعيد، فالموسم في رمضان جاء بعده عيد الفطر، وهذا الموسم جاء بعده عيد النحر، وكلا العيدين شرعت فيه صلاة العيد يجتمع فيها المسلمون ويخرجون جميعا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، حتى الحيض اللواتي لا يصلينا أمرهن باعتزال المصلى لكن بالخروج والحضور مع المسلمين ليكثرن سواد المسلمين حتى يرهب أعداء المسلمين وحتى يروا الحشد العظيم من المسلمين. وصلاة العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى متساويتان وفضلهما عظيم، ولكن مع كل واحدة منهما نسك مخصوص، فالنسك الذي مع صلاة العيد يوم عيد الفطر سابق عليها وهو إخراج زكاة الفطر فإنها تسبق الخروج إلى المصلى، والنسك الذي مع صلاة العيد يوم النحر متأخر عنها وهو الذبح ذبح الأضحية، فالتقرب إلى الله بالدماء في هذا اليوم وتلك الأيام أيام النحر عظيم، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العمل في هذه الأيام قال الثج والعج، فالثج إراقة الدماء والعج رفع الصوت بالذكر والتكبير والتلبية. وإدراك الإنسان لأن الله تفضل عليه بالعيد بيان للاهتمام بهذا الموسم وفضله وإعلان للنتائج، فالمتسابقون تعلن نتائجهم في العيد، والعيد يشرع للإنسان فيه إظهار النعمة التي أنعم الله بها عليه شكرا لله على هذه النعمة فيلبس الجديد، ولذلك الفرق بين العيد والجمعة أن الجمعة يشرع فيها لبس الأبيض ولو كان غير جديد، والعيد يشرع فيه لبس الجديد ولو كان غير أبيض، فهذا الفرق بينهما، فالجمعة يشرع فيها الأبيض ولو غير جديد، والعيد يشرع فيه الجديد ولو غير أبيض، لكن إذا جمع الفضيلتين فكان جديدا وأبيض كان الفضل حاصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البيض صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. ويشرع يوم العيد لغير الحاج أن يغتسل قبل صلاة العيد وأن يتطيب من طيب أهله وأن يخرج من طريق وأن يرجع من طريق أخرى غير التي خرج منها، فيخرج إلى المصلى الصحراوي الذي تصلى فيه صلاة العيد من طريق حتى يكتب له الثواب من تلك الطريق، ثم يرجع من طريق أخرى حتى تشهد له تلك الطريق بالخطى والآثار. وهذه العشر قد أقبلت وقد كنا نظن الليلة منها، ولكن يذكر أن الهلال لم يرى فيها وأن غدا هو المكمل للثلاثين من ذي القعدة، وأن أول يوم من أيام ذي الحجة هو يوم السبت إن شاء الله، وأول ليلة منه هي ليلة السبت، فلنجتهد جميعا في الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من الطاعات، ومن لا يستطيع الحج يمكن أن يدرك الحجاج بحسن نيته وصدق إقباله على الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فأولئك كتب لهم أجر الغازين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حبسهم العذر فلم يستطيعوا. وقد قال الأندلسي يا زائرين إلى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على شوق وعن قدر ومن أقام على شوق كمن راحا. فإذا كان الإنسان محباً لأداء النسك وللشعائر ومستشعراً لها وإنما حبسه العذر فهو معذور، ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى تبوك جاءه الأشعريون يريدون أن يحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه فبكوا
حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهم فلم يجد إلا بعيرة قليلة، أمر أبا موسى أن يقسمها بينهم، فأنزل الله فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكذلك من عجز عن أداء أيين سكين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال: لا ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فيكتب الله له الثواب بنيته، ونية المؤمن أبلغ من عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما نقدر عليه جميعا من الأعمال الصالحة من الصيام والقيام والتلاوة والذكر وتطهير القلوب في هذه الأيام علينا أن نبادر إليه، وأن لا ندع هذا الموسم يفوت، فإنه قد لا يتكرر ولن يأتي إلا وكثير من الذين أدركوا هذا الموسم، لن يأتي الموسم القادم إلا وقد انتقلوا عن هذه الدار وأصبحوا بين الجنادل والتراب، قد قدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للطاعات، وأن يرزقني وإياكم القبول، وأن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم جميعا والسامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات من أولى أوليائه به وأقرب المقربين إليه، وأن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يستعملني وإياكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاة